السلام عليكم. هذا الفيديو راح نحكي فيه عن الستيم توربينز مينلي. راح يكون اذا نعطي عنوان ثاني للفيديو هذا راح يكون ثيرمال باور بلانت. الفيديو تقريبا اكيد راح يكون اقل من 10 دقائق، فتخيل معي انه الثيرمال باور بلانت بدها تنتهي في موضوع 10 دقائق، فاكيد هو بيسكس. فبما انها بيسكس مش راح يعني مش مطلوب منك او مسموح لك انك تتجاوز عن النقاط في هذا الفيديو. راح يكون في انيميشن على اليوتيوب اطالبك بانك تدرسه ويكون جزء كاني انا شارحه تماما. فنبلش معاهم واحد واحد. اول شيء شو معنات ستيم تيرباينز؟ تيرباينز شو معنات تيرباينز؟ تيرباينز اللي هو الجزء اللي بده يحولنا الانرجي اللي موجوده في احد الفلويد لايش؟ لا روتيشنال انرجي. طب ليش بدنا اياها روتيشنال انرجي؟ حتى السينكرونس جنريتر يبلش يدور، فبالتالي نولد منه كهرباء. طيب ستيم، هذا الفلويد الآن نوعه ستيم. شو يعني ستيم؟ ما يعني هاي تمبريتشر هاي بريشر، مين اللي هو هاي تمبريتشر الستيم، بس احنا بنحاول انه يكون هاي تمبريتشر هاي بريشر. اللي درسناه الفيديوز الماضيين انه التيرباين ممكن يكون رياكشن، ممكن يكون امبلسيف. هذا أي نوع منهم نتوقع؟ أكيد بده يدور حركة دورانية، والشكل البليدز واضح معنا إنه إيش إيرفويل، فبالتالي واضح معنا إنه هو رياكشن تيرباين. رياكشن تيرباين حتى الثراست فورس الإمبلسيف فورس غير مرغوب فيها لأنها بتأثر على عمره نفسه. شكل ثاني سوري رسمة ثانية للوينتر مش الوينتر باين الستيم تيرباين نفس الشيء. هاي الرسمة بتوضح لك شكل البليدز أكثر وأكثر، مع أنه هاي ممكن تكون غاز تيرباين. الآن نيجي للنقطة الأساسية من هذا الفيديو اللي هي ثيرمال باور بلانت. ثيرمال باور بلانت هاي الدياجرام قدامنا كامل، ضروري نكون فاهمين كل إليمنت هنا شو بيشتغل. يعني مثلا بالامتحان هاي الأرقام من 1 لـ 8 ضروري تكون عارف شو هي وشو الانبوت تاعها وشو الاوتبوت تاعها. نبلش فيهم واحد واحد. هذا الجنريتر، الجنريتر شو وظيفته؟ لما يكون عنده input ميكانيكال باور تتحول ل electrical باور، تنتقل للكاستمر سواء مصنع بيت مستشفى ايا كان. حتى نقدر نولد كهرباء لازم الروتور يبلش يدور. مين المسؤول عن دوران الروتور؟ مين مسؤولية مين يدور الروتور اللي هو احنا حكينا عنه برايم اوفر، اللي هو التيرباين. التيرباين هذا اللي بده يحرك الروتور عندنا. طيب التيرباين شو مبدأ عمله؟ فلويد داخل، والنتيجة شو هي؟ روتيشنال باور. الآن الانبوت تاعنا في هاي المادة ستيم، زمان كان المي اللي هو الهايدروليك سيستم. هذا الستيم شو هو؟ قلنا ما مسخن لدرجات حرارة عالية، وبرضو احنا عندنا كونديشن تاني انه برضو هاي بريشر. مين راح يحقق لنا هذا الشيء؟ بدنا نسخن المي، فمحتاجين شو؟ بويلر. هذا البويلر اغلى شيء في الثيرمال باور بلانت. لكن مين اهم شيء؟ اللي هو التيرباين. التيرباين اللي هو الهارت اوف باور بلانت، حكيناها قبل هيك. فالبويلر هذا لانه اغلى شيء وما بنسمح انه نعمل له صيانه، مش بسهوله نعمل له صيانه، فعشان هيك بدنا نحاول نحقق كل اللي هو بده اياه. من اهم النقاط اللي هو بده اياها شكل الانبوت ووتر او ستيم، لازم يكون كوندنسد ستيم. الاوتبوت من البويلر لازم يكون سوبر هيتد ستيم، يعني ستيم فيش فيه اي رطوبه بالمره. ليش؟ لانها اذا كان في رطوبه شو راح يعمل الستيم وهو ماشي؟ راح يضرب بالبليدز تاعت التيرباين. اذا معاه بارتكلز ووتر شو راح يصير؟ هاي البارتكلز راح تضرب التيرباين، تضرب البليدز، فشو راح تساوي في البليدز؟ راح تاذي البليدز. هذا الشيء مش مسموح. لكن العكس تماما، الانبوت ستيم للبويلر حيكون بيور ووتر، مش كثير معاه بخار، فبالتالي لازم يكون كوندنسد. مين اللي يعمل له كوندنسينج؟ اكيد كوندنسر بده هالشيء. الكوندنسر هذا حيكون الانبوت تاعه نورمال ووتر، هذا النورمال ووتر حينضغط، الهوت ووتر راح يرجع، والكولد ووتر راح وين يروح؟ للبويلر. فالباث هذا
مين يحقق لي اياه؟ الكولينج تاور. الكولينج تاور شو ما شو 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 بنستفيد من الكولينج تاور؟ هاي الثيرمال باور بلانت فيها كثير ماء ساخن طالع معنا، شو بنعمل فيه؟ بنرد بنبرده. غير هيك انه احنا المي هاي من وين راح ناخذها؟ هاي حناخذها من ريزرفر او من مصدر مياه. عشان هيك اغلب الثيرمال باور بلانت ما بنسال هل هي جنب اللود ولا بعيدة عن اللود، بنسال هل هي جنب مصادر مياه او بعيدة عن مصادر المياه. يعني مثلا محطة العقب الحرارية عندنا هل هي جنب اللودز؟ لا، كثير بعيدة عن اللود سنتر. فنفس الفكرة اللي عندنا هون. هذا الكلام بشكل مبسط سريع جدا. الفيديو اللي امامكم كالعادة من ليرن انجينيرينج مدته تقريبا 7 دقائق، كل كلمة بحكيها في هذا الفيديو مطلوب منك تفهمها. كالعادة شو أنا بحكي لك، يعني لو أنا بدي أشرح لك إياها هاي المادة، معقولة أشرحها أكثر من 3D بطريقة أفضل من 3D animation؟ طيب 3D animation بس شغل الكابشن، الكلوز كابشن، علشان إذا كانت يعني اللغة مش واضحة إلك تقدر تقرأها قراءة. 7 دقائق بس أنا عارف إنه على الأقل، خصوصا الطلاب اللي ما درسوا ثيرمال باور بلانت، اللي هم طلاب الميكانيك اللي ما درسوا ثيرمال باور بلانت، 7 دقائق على الأقل بدك تفضيلهم نص ساعة على أساس إنك تفهم هذا الفيديو. طيب أقنعك أكثر إنه هذا الفيديو مهم. إحنا في مادتنا، في خطتنا ما فيش مادة اسمها ثيرمال باور بلانت ولا ثيرمودينامكس. هذول 7 دقائق بدهم يسكروا جاب مادة كاملة، جاب كامل مهم في تخصصنا اللي هو الباور بلانتس. 7 دقائق اللي أمامك ضروري يغطوهم. فالفيديو هذا جدا جدا مهم. تنساش انه الامتحان الثاني تاعنا يعني موعده قريب. برضو هذا اللينك اللي موجود امامكم ممكن يعلمك الستبس، بس اذا فهمت 7 دقائق ما في داعي تروح لمصدر اخر. هذا الفيديو اللي هو اليوتيوب فيديو حضيفه بوصف الفيديو عندنا، حيكون اول فيديو موجود بالوصف، اجباري حضوره، اجباري فهمه، اجباري تتبع كل نقطة فيه. بقية الفيديوز اللي راح تشوفهم بالوصف شو حيكونوا؟ حيكونوا توضيح، يعني شيء زيادة. مثلا الدياجرام اللي امامنا نفس الدياجرام اللي شرحناه بس شكله مختلف، فيعني عشان في الامتحان لو غيرت لك شكل الدياجرام تقدر تجاوب عليه. نفس الكلام، هذا السلايد مش كثير مطلوب معنا، لكن انت حاول اسال حالك سؤال، اي اليمنت مثلا هذا الاليمنت، شو هذا الاليمنت، شو الانبوت تاعه وشو الاوتبوت تاعه. لسه ما شرحنا احنا اللو بريشر تيرباين والانترميديت والهاي بريشر تيرباين، هذول لسه ما شرحناهم، حنشرحهم ان شاء الله ليتر. المعنى انه كل اليمنت شو شكل الانرجي بالانبوت، شو شكل الانرجي بالاوتبوت، هذا الاليمنت شو الوظيفه تاعته. طيب هذا السلايد من ويكيبيديا. في عندنا 27 اليمنت ضروري، سوري مش ضروري مع تعرفهم ال 27، بس اذا كنت حابب يعني وتتعرف اكثر فامشي معهم واحد واحد. برضو يعني هذا الفيديو حيكون بوصف الفيديو عندنا، مش اجباري حضوره، مش اجباري حضوره، لكن راح يوسع يعني تفكيرك او يحسن فهمك لبعض النقاط. قلنا بس الفيديو تاع 7 دقائق هو المطلوب معنا، ما تبقى الفيديوهات الثانيه حتكون نوعا ما اوبشنال. في فيديو ثاني برضه حنضيفه على وصف الفيديو ليرن انجينيرنج اللي هو الاولد الاولد فيرجن من الثيرمال باور بلانت. فبرضو إذا أنت حابب أحضره كمان حتى يأكد لك أنه هل أنت فاهم ولا لا. هيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أتمنى من كل واحد يأخذ موضوع 7 دقائق تاعت اليوتيوب أنيميشن بكامل الأهمية، لأنه كثير مهم معنا الموضوع. ويعطيكم ألف عافية.